القاضي في المحكمة الذي يصدر حكمه على المجرم ويذمه ويلومه ويعنفه ويقرعه. ولذلك قال لهم: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ كيف تعبدون هذه الأصنام الضعيفة العاجزة وها هي أمامكم محطمة مكسرة؟ فلو كانت آلهة لدافعت عن نفسها، وإذا كانت عاجزة عن جلب نفع لها أو دفع ضر عنها، فهل تقدر على جلب نفع لكم أو دفع ضر عنكم؟ إنها أصنام لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، فكيف تعبدونها من دون الله؟ إنه لا يعبد إلا الله، لأنه وحده القوي القادر القاهر، هو وحده الذي يقدم لعباده النفع ويدفع عنهم الضرر. وناسب الموقف أن يهز نبي الله إبراهيم عليه السلام قومه هزة قوية، وأن يخاطبهم خطابا عاليا، فقال لهم: أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. من جديد انتصر منطق إبراهيم على قومه، وهذه المرة جاء انتصارا مقترنا بفضيحة مدوية كشفت عن عجز هذه الآلهة عن دفع فأس إبراهيم عن تحطيمها. فكيف لها أن تنفع البشر أو أن تدفع عنهم الأذى؟ أمام هذه الفضيحة لم يجد قوم إبراهيم ومن ورائهم طاغيتهم إلا أن يعلنوا هزيمة آلهتهم بشكل غير مباشر، ولذلك لابد لهم من الانتقام ممن أهان آلهتهم، بل ممن هزم آلهتهم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا صدر الأمر بإعدام إبراهيم عليه السلام انتقاما من أصنام الآلهة المحطمة. ولكن أي إعدام سيكون؟ لقد أمر الطاغية ببناء تل هائل من الأخشاب والحطب وبأن يسكب عليه القطران، وفي اليوم الموعود توقد النيران في هذا التل ليخرج الناس ويروا إيقاع عقوبة التحريق بإبراهيم عبر قذفه بالمنجنيق في جوف تلك النار الهائلة. وهكذا خرج أهل بابل في اليوم الموعود وتجمعوا عند تلة الحطب. لحظات وأوقدت النيران وعلت ألسنتها الهائلة، وأخذ وهجها يلفح الوجوه على بعد مئات الأذرع، ويساق إبراهيم عليه السلام مقيدا فلا يظهر عليه إلا كل ثبات واطمئنان، فهو في سبيل الله فعل ما فعل، وفي سبيله سيحتمل كل الأذى، وقد قرر المضي في هذا الطريق حتى نهايته، فنشر كلمة التوحيد هو غايته، ومعاداة كل الأوثان هي هدفه. ويصعد إبراهيم إلى المنجنيق، ف
فيقذف النبي في الجو في طريقه نحو تلك الجحيم المتلهبة والشعلة النارية الهائلة. في هذه اللحظة بالذات ينزل جبريل الأمين على نبي الله فيسأله إن كان يحتاج إلى أي عون منه ليقدمه إليه، فيجيبه الخليل عليه السلام بما يبين منه عظيم إخلاصه لله وانقطاعه إليه، فيتعفف حتى عن مساعدة أعظم الملائكة مؤكداً بأن حاجته لن يطلبها إلا من الله وحده، فهو سبحانه أدرى بحاله وهو وحده القادر على كشف كربته ومحنته. وما كان الله ليخيب أمل خليله أبي الأنبياء، وما كان سبحانه ليدع أنصار الشرك ينصرون آلهتهم، فنزلت المعجزة الباهرة التي أنقذت الخليل إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا لخيبة أهل الشرك في مدينة بابل، ففيما كانوا يحتفلون بانتصارهم على إبراهيم بعدما غاب خلف ألسنة اللهب، كان الخليل عليه السلام يعيش أهنأ ساعات حياته، فها هو جوف النار يتحول إلى روضة من الرياض الغناء، وفيها يشتغل إبراهيم عن الدنيا بمناجاته لرب العالمين شاكراً نصره وتأييده. وفيما أهل الشرك منشغلون بلهوهم وأوهام انتصارهم، تدوي صرخات الرعب، فعدو آلهتهم يخرج من جوف النيران سليماً معافى، ثابت الخطوة، هادئ الجنان، فمن يتوكل على الله يجعل له مخرجاً، ومن ينصر الله ينصره نصراً عزيزاً. كان الخليل عليه السلام يبتعد عن المكان نائياً بنفسه عن جهالة هؤلاء، وسائلاً ربه هدايتهم. فقد انطوت صفحة بابل، وآن له أن يغادرها لينشر رسالة التوحيد في أماكن وأصقاع أخرى، ولسانه لا يتوقف عن ذكر ربه والتسبيح له، وهو يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
صدق الله العلي العظيم.